أهلا بكم من جديد، نحن وأنتم ظلال الأصيل، رحلة مستمرة برفقتكم هذا المساء. إذا كنت من الذين يشعرون بسوء حيال أنفسهم وحيال الآخرين والناس عموما، إذن يجب أن تضع الريموت جانبا وتتابع هذه المساحة المخصصة التي نتحدث فيها عن تقدير الذات. وفيها أرحب بضيفي داخل الاستوديو دكتور يوسف علي الشيخ، مدرب التنمية البشرية. مرحب بك حبابك عشرة. مرحب بك أستاذ نزار وبأسرة ظلال الأصيل بقناة الشروق، شكرا لهذه الاستضافة، وإن شاء الله نقدم ما يفيد للمشاهد الكريم إن شاء الله. دكتور، نبدأ معك بالحديث عن تقدير الذات. ناس كثير بتسمع تقدير الذات ومفهوم تقدير الذات، قصدين شنو بتقدير الذات؟ طيب، لو جينا نعرف تقدير الذات ممكن نقول هو تقييم الشخص لنفسه، تقييم نفسك كيف، أو ممكن نقول هو مساوي للرضا عن النفس، كيف أنا أكون راضي عن نفسي. ممكن نقول هو مدى الشعور بالجدارة، أنا جدير بإني أكون زول محترم، أكون زول ناجح، أكون زول سعيد في حياتي. الفاعلية، أنا أكون زول فعال في المجتمع، في أسرتي. الأهمية، أنا زول مهم. كثير مننا بنخش في احتفالات وندوات ويرش، بنقعد في الكنبة الأخيرة والكرسي الأخير بداعي إنه المقاعد الأولى للناس المهمين، ودم نقول لك أنت ما مهم، أنت زول مهم، ما عدا الكراسي اللي مكتوب فيها أسامي أشخاص بعيد، هي محجوزة مسبقاً يعني. محجوزة مسبقاً. عدا ذلك أقعد قدام. لو تعودت تقعد ورا حتكون دائماً بتفكر بطريقة دي، وحتكون قاعد ورا دائماً. فدائماً أقعد قدام وغيم نفسك، لو ما غيمت نفسك ما في زول حيقيمك. مدى اقتدارك، أنا قادر إني أصنع، قادر إني أشتغل، قادر إني أنجح في الجامعة، قادر إني أحقق نجاحات ما في زول نجحها قبل كده. فأنا لو الحياة دي ما فكرتها فيها ما في زول حيقيمني. طيب، بيتمثل شنو أو بيتمثل في شنو تقدير الذات؟ طيب، خلينا نقول في المواهب. أنا ممكن أكون زول موهوب، بكتب كتاب، لازم أنمي الموهبة دي، بلعب كورة، أطور نفسي عشان أمشي لقدام، وما أقول حد هنا هلال المريخ مثلاً، ما أحترم هلال المريخ، لكن أفكر في إنه أمشي لقدام، أحترف في الكرة الأوروبية، وين المشكلة؟ الذكاء، إذا كنت أنا ذكي كيف أستخدم ذكائي في حاجة مفيدة. في طفل في واحدة من الدول الآسيوية عمره 6-7 سنين، دخل في حسابات بنك أوروبي عن طريق اللابتوب بتاع أبوه، وحول حسابات ولخبط لهم حساباته. فهو ذكي جدا، لكن ما عرف نفسه بسوي شنو، لكن عرف إنه الحاجة بتعمل ترفيه. فالنازل بالانتربول بتفاصيل بتاعت استخبارات عرفوا اللابتوب ده وين، فيها دولة، ووصلوا له وجو قبض على أبوه. بعد تحقيقات وكده بالصف عرف إنه ولد وصل اللابتوب ولعب فيه. فالنازل شاروا الطفل ده بدل ما يحكموه، يتكفلوا بدراسته مدى الحياة ويوظفوه. فكيف تستخدم ذكائك ده في حاجة مفيدة؟ المصهر، أنا لو ما لبست كويس واهتميت بشكلي، الناس هتاخد في 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 بال إنه الناس الزول ده يعني ما مهم أو ما مهتم بنفسه. يعني المصهر مهم جدا، المصهر العام والمصهر الداخلي برضو، التعامل مع الناس، طريقة الكلام، اللباغة، القدرات بتاعتي. أنا عندي قدرات هائلة جدا، يعني بقدر أشتغل كم وظيفة في وقت واحد. أنا قدراتي دي كيف أوظفها عشان ما أنجح بها لقدام. الفضائل الأخلاقية، أنا زول محترم، بتكلم مع الناس بطريقة محترمة جدا، بحترم الكبير والصغير، ما بتاع مشاكل، دي فضائل أخلاقية. بصلي وكاتب في زمانها، فزول ده محترم وزول في حال ما بتاع مشاكل. الشعور بالأهلي إني أكون زول محبوب عند الناس، ودي حاجة مهمة جدا. كيف أشعر بالشعور دي؟ لو أنا ما كنت زول، تعامل كويس مع الناس واجتماعيتي ممتازة معهم. الشعور بإني قادر أسيطر على حياتي، عندي مشاكل بقدر أحلها طوالي، ما بأجلها وتتراكم لي، ما بهرب من المشاكل، وحنعرف حتة المشاكل دي لقدام إنه كيف بتعامل معها. الشعور بالخصوصية،
والحصصينة حاجيت منها شوية كده عشان أفصل فيها. تعاملي مع الناس، أنا ما بحكي أي حاجة لأي زول، أنا بعمل خط أول للناس القراب شديد، ناس بيتنا وصاحبي شديد، أنا بقدر أتفصل معه في كل صغير وكبير وأستشيره. بعمل خط أبعد منه شوية لأصدقائي ومعارفي في الشغل أو في الجامعة مثلا، خط أبعد منه لناس معارفهم أو معرفت بيهم سطحية، ديل ما بيقدروا يتناقشوا معاي في خصوصياتي، بتاكل شنو، بتلبس شنو، ماشي وين، بتعمل شنو، حتعمل شنو بكرة، لا. فلازم يكون عنده خصوصية لنفسي، فما كل زول بيقدر يتناقش معاي في أي موضوع، تمام؟ الاحترام ودي أهم نقطة كمان، طالما أنا محترم نفسي ومحترم الناس يبقى أنا مقدر ذاتي. مرات بيقول لك الكلام بتجيبه لنفسك. يا دكتور، مسألة تقدير الذات، يعني كيف يمكن أن تظهر في سلوك الفرد وكيف يمكن أن تؤثر على حياته بصورة عامة؟ طيب، بتعاملك مع الناس، يعني طالما أنت في مشيتك مشية مهذبة، بتتعامل مع الناس بأسلوب جيد، ما بتاع مشاكل، واحد بيقول لك الزول مشيته حاسين أن الزول ده طيب وقور في حاله، يعني مشيتك الناس بيعرفوك من طريقة كلامك، من لبسك، تمام؟ فتعاملك مع الناس، تغلغلك وسط المجتمع، دخلت في لجنة خدمية في الحي، لجنة خدمات مثلا، فده كله بيقدروا أكتر، يعني دي بيرفع أسهمك وبيقدروا أكتر. طيب، نحن قبل شوية تكلمنا عن إنه كيف ممكن تقدير الذات يسهم في تحسين سلوك الفرد. نعم. إذا جينا نعرف علم النفس فهو علم دراسة سلوك الإنسان. بالضبط. فشنو الفرق ما بين علم النفس وما بين التنمية البشرية؟ طيب، في علاقة وطيدة جدا مناسبة، يعني التنمية البشرية مربوطة ربط وثيق جدا بعلم النفس. وهنا كمان أنا بعد شوية هتكلم إنه عن ثقتك بنفسك، ودي أهم نقطة كمان في تقدير الذات. لو أنت ما واثق في نفسك ما في زول هيتعامل معك وهيخطك في الكنبة الورا دائما الأخيرة. بالضبط بالضبط كده. فالثقة بالنفس دي لازم أنت تشوف طرق ترفع بها ثقتك بنفسك. طريقة كلامك مع الناس ذاته، بتتردد كتير، عايز أمشي، بعد شوية بتغير رأيك، لا ما عايز أمشي، عايز اكل، لا انا حيدي ما عايزه، عايز اقرا التخصص الفلاني، بعد شويه تغير رايك، معناه انت عندك تردد وعدم ثقه في نفسك، ودي مشكله. فاهم نقطه في تقدير الذات انك تكون واثق بنفسك. عشان اقوي ثقتي بنفسي لازم اعمل بناء معرفي وسلوكي. بمعنى اذا عندي مشكله في سلوكي لازم اقومه، كيف حقومه؟ تعاملي مع الناس صعب شويه، طريقه كلامي حاده، احاول اشتغل الحته دي واكون زور ريلاكس شويه مثلا، ما بصبر، ما صبر، احاول اتعلم الصبر. طيب يا دكتور، عشان تكون المساله واضحه اكثر فيما يلي، مساله التداخل ما بين علم النفس وما بين التنميه البشريه، التنميه البشريه حتى الان لم تصنف كعلم، علم بحث كويس، لكن مصنفة كواحد من التخصصات اللي بتدعم حياة الفرد وتنميها كويس. لكن الإنسان يعني إذا حصلت له مشكلة محددة يعرف 200 يذهب إلى أخصائي نفسي و200 يمشي لمدرب تنمية بشرية متخصص مثلا في التحكم العصبي أو بيسموها شنو؟ البرمجة اللغوية العصبية أو غيره من باقي التخصصات. عشان الناس تبقى بالنسبة له مسألة واضحة، مسألة التداخلات ونقاط التقاطع والتداخل ما بين التنمية البشرية وعلم النفس. طيب، ده بيرجع لإنه الواحد يعرف نقاط قوته وين ونقاط ضعفه وين. أنا عارف نقاط ضعفي إنه بالي ما طويل مثلا، بتعصب شديد، أنا أوريدي حكاية العصبية دي معناها أمشي لدكتور نفسي. نحن عندنا مشكلة يا أستاذ نزار في السودان هنا، ويرضى ما يقول لك أمشي لدكتور نفسي معناها عندي نفسيات. أنا ما مريض، لكن الضغوطات والاضطرابات اللي بتحصل لنا، خلينا نقول الضغوطات الاقتصادية مثلا، دي بتخلي الزول يخش في حالة بتاعت خلينا نقول تشنج، حالة عصبية، ضغوطات نفسية. فأنا ممكن أمشي للطبيب ده يعمل لي جلسة بتاعت استرخاء. مجرد ما الطبيب ده حكيت له فرغت الطاقة السلبية بتاعتك دي أو مشاكلك دي، أنت بتحس براحة في الحتة دي مجرد ما حكيت له ساكت. المشاكل الثانية دي، أنا عندي مشكلة في إدارة الوقت. أصحابي يقول لي تعال الساعة 9 بيوم كم؟ 10. مواعيد شنو؟ بقول لي
مع السوداني كالعادة، أنت ما عندك التزام بالوقت، ودي مشكلة. في الحالة دي أوريدي معنا مشكلة بتاعت تنمية بشرية، حامشي لمدرب تنمية بشرية عنده دورة تدريبية بخصوص إدارة الوقت. طيب يا دكتور علي، إذا كان هذه التنمية البشرية بكل هذه الأهمية التي تتحدث عنها ودورها في الحياة، فلماذا لم توضع التنمية البشرية كمنهج دراسي يدرس الطلاب منذ المرحلة الأساسية، بحيث أن الطالب لما يتخرج ويدخل المرحلة الجامعية يكون عنده دعم ذاتي قوي وتقدير ذاتي لنفسه يخليه يواجه كل صعوبات وتحديات الحياة بتواجهه؟ طيب ممكن نحن في السودان هنا شويه مراهقنا ضاغطه شويه، بدل المواد الكثيره اللي بيكون مثقل على ظهر الطالب وهو شايل الشنطه وماشي على المدرسه، ممكن ندخل بعض المواد في شكل ماده واحده خلينا نقول، وندخل فيها التربيه الوطنيه، الحياه كلها فقدناها وندرسها، ما في مانع والله. يعني يمكن نبدا من الاساس ويمشي بيها، على بال ما يمشي الثانوي والجامعه يكون ذول مقدر ذاته وثقه بنفسه عالي جدا ويمشي الجامعه يعني جاهز يعني. فما في مانع انه التنمية البشرية تتخطى علم سواء كان في الاساس او خلينا نقول في الجامعه. جميل. طيب بالعوده الى مساله تقدير الذات، نتحدث عن حقيقه تقدير الذات. طيب حقيقه تقدير الذات هي ما بتنطوي على الغرور، يعني ما معناه انه مقدر ذاتك معناه تكون زول مغرور شايف نفسك، واحد بيقول زول ده شايف نفسه. انت زول ناجي في الحياه لكن ما لدرجة انك تصل انك تكون زول مغرور. تستخف بالناس الآخرين ولا تشبع رغباتك وحاجاتك على حساب الآخرين، هنا بتكلم عن الأنانية، يعني أي حب ذاتك لكن ما لدرجة إنك تأثر على مصلحة الباقين. تقدير الذات، كل واحد فينا عنده شغف إنه يكون زول ناجح وزول متميز، لكن ده ما معناه إنه يكون في عندنا سجل للإخفاقات والنجاحات، ما منعني إنه يكون عندنا نجحت في شنو وأخفقت في شنو. أبدا ما نتكلم عن الكلام دي، بنتكلم عن هدف وصلنا له كنا كاتبينه من بدري. أي واحد فينا ومن هو شاب يعني خلاص وصل لمرحلة الوعي لازم يكون عنده هدف ماشي عليه في الحياة. أنا عايز أبقى شنو لقدام، هدفي في الحياة شنو. أي واحد ماشي في الدنيا دي ما عنده هدف حيكون زي الماشي في صحراء وبدون بوصلة، حيمشي ويدور حيجي لنفس النقطة اللي يتحرك منها، فلازم يكون عندي هدف أشتغل عليه. جميل. طيب دكتور، جينا تكلمنا عن تقدير الذات، ما بين الاتزان في تقدير الذات بحيث أنه يجد الإنسان موطئ قدم لنفسه في وسط الحياة المليئة بالصعوبات والمليئة بالتحديات والمليئة بالمنافسة في كافة المجالات، وبين الشعور بالنرجسية. يعني باختصار الفرق ما بين تقدير الذات والنرجسية، في النهاية الأمرين بيعود للإنسان نفسه، تقديره لنفسه صح. يعني الإنسان التقديره لنفسه جيد بيكون شايف نفسه إنسان مؤهل، إنسان جدير بأنه يصنع نجاحات، كذلك الشخص النرجسي بيكون شايف أنه أحسن زول في الدنيا صح. فكيف الإنسان يفرق بين أنه يحصل على تقدير جيد لذاته وغير منهزم وما يكون إنسان نرجسي؟ طيب أنا من خلال تعاملي مع الناس زي يقولوا المؤمن مرأة أخي، دائما أصحابي يقول لك والله أنت الحياة دي أنت شوية كثير فيها يعني كثرتها شوية، فأنا من يقولوا أحسن واحد فيكم يقوم يتكلم لو واحد قام دي مشكلة بقى. يعني أشطر واحد فيكم يقوم، نحن ناس كبار ما معنى أنا أشطر واحد معناه أقوم، فواحد يقول لك أتواضع، والتواضع اللي حتكلم عنها بعد شوية كمان، التواضع الزايد بيدخلنا في حتة ضيقة جدا بالمناسبة. أصحابك بيقول لك يا أخي أنت الحياة دي زايد فيها شوية، تواضع حبة. فأي واحد بيكون عارف نفسه، رحمه الله أمرين عرف قدر نفسه مش كده، أنا عارف إنه أنا زول شاطر في الحياة الفلانية، لما ينادوني بتواضع شديد بجي أعملها. يعني ما بقول أنا أحسن واحد بشتغل وفلان ما بيعرف وكده. في زول النرجسي ده بيكون حاسس إنه أنا أحسن واحد في الجماعة ديل. ناس الـ IT مثلاً بتاع شبكات. أنا أحسن واحد بيشتغل شبكات في المؤسسة بتاعتي. فلان ما بيعرف، لو في حاجة ينادونا أنا ده، لو في سفر سفرونا لأن أنا أحسن واحد بتكلم في المجموعة بتاعتي. طيب ما يعتبر نوع من تقدير الذات لأنه هو أبداً. قدر ذاته أبداً. طيب ما أنا من أقدر ذاتي زيادة على اللزوم وفي غيري برضو زيي وكويسين. طيب شنو الحد الفاصل ومسألة الإنسان يوزن بأنه ده الحد الفاصل ما بين النرجسية والغرور وما بين تقدير الذات، يعني الحريات نعرف انه مثلا الحريه حدها، الحريه الشخصيه حدها ان لا تتدخل في حريه الاخر صح. التقدير الذات كيف نعرف انها ممكن تتخطى الحد الفاصل وتصل للغرور والنرجسيه؟ طيب
انا اذا يعني شنو الميزان؟ طيب فهمتني. طيب الخصوصيه دي انا ما بتدخل في حاجه ما بتخصني. خلينا نقول اخواني في البيت عندهم حياه بيسووا فيها وتفاصيل وخاتين لها حدود. اذا انا متعود انه انا اسالهم طوالي واستشيرهم فبتدخل يعني بحكم الفضول يعني. دي حاجه بيناتنا معروفه. اذا ما مسموح لنا اتدخل واتدخلت وقالوا لي ما تتدخل مره جايه دخلت برضه دي بتبقى الاجليسيه طبعا. انا معناها ما مسموح لي اني اتدخل. فكررتها مره ومرتين الناس ثبتوني وبرضه مصر انه انا من حقي اعرف من حقي اني اشتغل من حقي اتحفز احسن من ناسي. في زول بيقول لي مديره انا مفترض اتحفز احسن من ناسي لانه احسن واحد في في ناسك ديل. فده معناه وصل لمرحله النجسيه اما الناس كلها واحد. يبقى المقياس يا دكتور اللي بتقصده انت مساحه تقدير الذات ان لا تكون خصما على ذات على ذات اخرى. بالضبط. جميل. الكلام يقودنا طوالي الى صور الذات. طيب صور الذات عندنا مثلا الصور الماديه الحياه اللي بتمتلك انت بيتك عربيتك حياتك شنطتك اوراقك مبلغك اللي بتاخده من المؤسسه بتاعتك دي حياتك انت اولادك. عندنا الذات الاجتماعيه علاقاتك مع المجتمع حولك مع اولادك مع اسرتك الممتده هل انت منطوي ولا داخل فيهم مع اصدقائك مع مؤسستك. في زول في حاله بيمشي يشتغل ويرجع على البيت زول في حاله ما بيتونس ما متداخل دي مشكله كمان. فالواحد يتداخل مع الناس في فرح كره يكون مع الناس ده زول معنا اجتماعي دي حاجه كويسه. الذات المعرفيه انت تطور نفسك تكون عندك معارف ومعلومات جيده سواء كان في مجالك او الامور الحياتيه. خلينا نعرف الفرق بين المعلومات والمعارف شنو. المعلومات هي معلومات عامه. طيب اذا كان المعلومات دي متخصصه في تخصص معين وانا كثرتها فيه سواء كان درست طب مثلا في التخصص بتاعي طب جراحه انا درست اي حاجه لها علاقه بالطب الجراحه وبقيت اخصائي كده انا بقيت عارف اتخطيت مرحله المعلومات من الجامعه وتخصصت وبقيت زول عارف اتخصصت في عده تخصصات ومعلومات كثرت فيهم بصل لمرحله الحكمه بيقول لك زول ده حكيم معناها بينادوه عشان يحل المشاكل كلها مثلا. طيب عندنا الذات الروحيه ودي برضو بتعلق بانه انا زول مسلم بصلي وقاتل الخمسه بصوم مع الناس بحترم الناس تفاصيل زي دي يعني ده الوازع الديني مهم جدا مناسب الخويات الواحد بيكون بيت وعربيه وقروش واي حاجه بينتحر ليه لانه ما عنده هدف في الحياه وما عنده وازع ديني. فعندنا الصور الاربعه مهمه الصور الماديه والروحيه والمعرفيه والاجتماعيه هي دي كلها صور مع بعض مكتمله بالشكل ذاتي اذا نقصت واحده فيهم بتكون عندي مشكله. طيب تكلمنا عن اربع صور من صور الذات. هل الذات الفرديه او الفرد بالضروره ان يتكون من الاربع صور للذات هذه ام كل شخصيه او كل فرد يجب ان يكون لديه صوره واحده من الصور باعتبار انه مثلا فلان صورته الذاتيه هي صوره ماديه وبالتالي هذا الشخص مادي جدا وهذا الشخص صورته الذاتيه صوره معرفيه وبالتالي تلقاه حكيم وعارف ومتبحر. طيب الاربع صور دي مع بعض لازم في اي ذات تكون عندنا بعض كلها في شخص واحد. يعني انا عندي الناحيه الماديه عندي بيت وعربيه واولاد تمام. زول اجتماعي يعني بمشي للناس في فرحهم في اطراحهم متداخل مع الناس. الذات الروحيه بصلي في اوقاتي بصوم زول بحترم الناس وكذا. الذات المعرفيه في نفس الوقت درست جامعه وشغال وفي تخصص ماشي كويس فدي كلها بتشكل لي ذات في في شخص واحد. فالاربعه دي دكتور علي اذا غابت اي صوره من هذه الصور الاربعه للذات هل يحدث اختلال لشخصيه الفرد او لذاته؟ بالضبط بالضبط عشان كذا ده الشعور بالنقص. بعد شوي انا ححس بانه انا زول ناقص عندي عقده ناقصاني حاشوف في غيري جاري عنده زول اجتماعي هو وانا ما اجتماعي فبعد شوي حغير منه حاقد عليه او عنده بيته عربيه فارهه انا ما عندي فححاول انه احصل الزول ده او احقد عليه اذا ما قدرت اكون زيه. فعشان كده بتصلنا عقده النقص اذا نقصت واحده من الصور الاربعه فهي كلها متكامله مهمه لنا. جميل. ده بيقودنا مباشره لسؤال عن اهميه تقدير الذات بالنسبه للانسان. طيب
أي شخص عنده يعني خلينا نقول مشاعر إيجابية تجاه نفسه، مش كده؟ يعني أنا زول كويس قادر إني أدي، قادر أكون زول ناجح في الحياة، دي الحاجة مهمة جدا مناسبة لنا. طيب معرفة نقاط القوة والضعف ودي أهم حاجة عشان تقدر بها ذاتك، نقاط القوة عندك شنو تمسك فيها قوي تشتغل عليها، نقاط الضعف لازم أعاليها عشان ما تتحول لي نقاط شنو قوة. دي مسألة مهمة جدا في 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 التنمية البشرية. يعني نقاط الضعف دي أنا زول بخاف، بخجل، بخاف من المايك، شوي شوي دوني مايك خلف الكواليس، حبة حبة قعدت في برنامج مع الناس، بعد شوي دوني مايك قدام المسرح، بعد ده بيجي شوي منه مايك يقول لي كفاية خلاص كفاية الزمن. فكده أنا اشتغلت على نفسي، والحياة دي من نقطة ضعف بقت شنو نقطة قوة، بقيت عندي شجاعة أدبية، بطلع قدام الجمهور بتكلم، دي حاجة كويسة. أهم شيء أحدد اتجاهاتي في الحيوان، أهدافي، دي أهم نقطة كمان. ذكرنا قبل شوي إن الزول ما عنده هدف بيكون ماشي في طريق مسدود، لازم يكون عندي أهداف وحاجة فيها شوية كمان. خلينا أقول أنا عايز أشتري عربية وأنا ما عندي عربية، شغال موظف، تمام؟ عشان نقرب الفهم للمشاهد. طيب مرتبي الحالي ده في الوظيفة دي ما بكفيني أشتري عربية ولا بوفر منه، طيب لازم أفصل الهدف ده لأهداف تفصيلية عشان ما توصلني الهدف الكبير اللي قلته ده. جميل، تقسيم الهدف الكبير لأهداف صغيرة توصل إلى الهدف الكبير. بالضبط. جميل، أنا شاكر لك جدا دكتور يوسف علي الشيخ مدرب التنمية البشرية، حديث جميل عن تقدير الذات، وما زال لدينا محاور كثيرة ربما نعرض لها في مساحات أخرى. كتر خيرك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك، كتر خيرك كثير وشكرا للاستضافة. دي كانت مساحتنا الثانية في ظلال الأصيل مع دكتور يوسف علي الشيخ، والحديث عن تقدير الذات.